أهلا بكم من جديد أستاذ حسن، برأيك بعد تحرير الرقة هل سيبقى التواجد الأمريكي أو الوجود العسكري الأمريكي في سوريا قائم أم ستنسحب الولايات المتحدة لصالح القوات التي دعمتها وبالتالي تسحب الأسلحة من الأكراد بناء على وعد قدمته لتركيا؟ تماما، حسب كلام مسؤولين الأمريكان هم يتوقعون بقاء القوات الأمريكية في سوريا إلى تقريبا عقد من الزمن، يعني ليس أكثر من 10 سنوات من الآن. هم لا يتصورون أن الوجود الأمريكي سيكون أبعد من 10 سنوات، ولكن يعني البقاء الحالي سيبقى هناك، الوجود الأمريكي سيبقى هناك حتى 10 سنوات على الأقل. صحيح. هذا التصور النظري، يعني ممكن يعني كما رأينا المشهد يتغير، ودائما الروس دائما أكثر حركة من الأمريكان، ولكن التصور والتأكيد من عدة يعني من البيت الأبيض والدفاع والخارجية هو أن الوجود الأمريكي سيستمر إلى حين يعني ضمان أن هذه المناطق لن تعود إلى داعش، فالبقاء سيكون إلى سنوات تمتد إلى 10 سنوات. الموضوع حاليا هو تصور الوجود الأمريكي، يعني مثلا المسؤولين الأمريكان يقولون نحن لا نمانع أن سوريا الديمقراطية، قوات سوريا الديمقراطية إذا في المستقبل قررت أن تعقد صفقة مع النظام السوري نحن لا نمانع، يعني الأمريكان لن يقفوا في وجه هذا الحل السياسي. شيء ثاني، هم أيضا يقولون نحن لا نمانع عودة المؤسسات التعليمية السورية، يعني الدولة السورية كما يقولون، إلى مناطق التي حررت من تلك المناطق، ولكن هم يرفضون العودة العسكرية والأمنية للنظام السوري في هذه المناطق إلا إذا ضمن حل سياسي في المستقبل. ولكن ممكن أعود على في عجالة على موضوع السبهان، لأن الموضوع هذا أنا سمعت عنه من قبل معركة الرقة. كان هناك تأكيد من أحد السفراء وزراء الخارجية الخليجيين، قال لي مباشرة أن الرئيس ترامب طلب مباشرة من السعودية والإمارات إعادة بناء أو إعادة إعمار الرقة من أشهر ماضية. ففي الأشهر الماضية كان هناك فريق من الإمارات والسعودية والأمريكان يدرسون موضوع إعادة بناء الرقة، وقام الأمريكان في الدفع يعني سوريا الديمقراطية إلى ترتيبات في الرقة تختلف عن المناطق الثانية، فيقولون هذه المناطق يجب أن تكون المدارس فيها بعيدة عن الأيديولوجية تبع حزب العمال، يجب أن تكون المدارس العربية تدرس فيها المنهاج السوري العام، يعني المنهاج السوري الذي يدرس في اللاذقية وحمص ودمشق. فهذا ضمن التعاون وليس رسالة سياسية كما قيل في الإعلام أنه السعوديين ذهبوا هناك لضرب تركيا أو ما إلى هنالك. يعني السعودية ستقوم بإعادة إعمار الرقة، ولكن كان هناك حديث خلال اجتماعات نيويورك بين وزراء الدول المعنية بالملف السوري، قالت حين هذه الدول أنها لن تنخرط في إعمار سوريا أو إعادة إعمار سوريا طالما بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. صحيح، وهذا هو أيضا موقف الاتحاد الأوروبي وموقف أمريكا وموقف كثير من الدول إلا أوروبا الشرقية، هناك هم مستعجلين إلى إعادة إعمار أو فتح علاقات مع النظام السوري. يعني إعادة إعمار الرقة ستكون قبل الحل السياسي أو بعد هذا الحل؟ صحيح، قبل الحل السياسي. هناك فرق أستاذ ميشيل، الفرق هو إعادة إعمار المناطق التي تحت سيطرة النظام السوري. الاتحاد الأوروبي يقول لا، يجب أن تكون فقط يعني مساعدات إنسانية وإعادة إعمار بعض المناطق التي تكون تحت سيطرة مثل تركيا. طيب ماذا يضمن عدم عودة النظام السوري إلى هذه المناطق مثل الرقة؟ لا ضمانة، ما في ضمانة. هذه هي المشكلة الآن. التصور الأمريكي أنه لا عودة للنظام السوري في هذه المناطق، هناك جزئيتين دائما المسؤولين الأمريكان يؤكدون عليها ولكن عمليا ضعيفة شوي، وهي الرسالتين. الرسالة الأولى أن قوات سوريا الديمقراطية هي مشروع وطني وليس مشروع PKK أو كردي،
يعني مشروع يضمن كل الأكراد والعرب وجميع الطوائف والفصائل الموجودة في الشمال السوري. الشيء الثاني هو عودة النظام، عدم عودة النظام السوري إلا عن طريق حل سياسي في تلك المناطق. طيب حسين عمر، كيف تعلقون على ما جاء على لسان الأستاذ حسن بأن الولايات المتحدة ستبقى في المناطق التي تقيم فيها في سوريا لعشر سنوات، وبالتالي لن تعارض إجراء مفاوضات بين الأكراد والنظام السوري، وأن يعود النظام السوري إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ليس بالمخابرات وبالعسكر والسياسة، وإنما بالشأن الاجتماعي والاقتصادي ربما؟ أعتقد أن ذلك فيه بعض الصحة وبعض الوقائع تثبت بعضا منها، مثل المفاوضات التي جرت في حميمين. أمريكا لم تكن ضد هذه المفاوضات التي جرت بين روسيا والإدارة الذاتية، وقدمت الإدارة الذاتية حينها مطالبها لروسيا كي تقدمها إلى النظام. ما زالت هذه المطالب قيد الدراسة على ما أعتقد حسب ما سمعت. النظام والإدارة الذاتية ليسوا أعداء بالشكل الذي يمكن أن يكون كما بين داعش والنظام، لأن الإدارة الذاتية أو قوات سوريا الديمقراطية مهمتها الأساسية هي تحرير المناطق التي هي التي وضعت هذه المهمة، وقوات التحالف الدولي وأمريكا تحديدا تساعد هذه القوات في سبيل القضاء على داعش، لأن الولايات المتحدة لا تريد فتح جبهة مع النظام كما هو معلوم. وقوات سوريا الديمقراطية على ما أعتقد وحسب الواقع الذي نراه لا تريد فتح جبهة مع النظام في هذه الفترة، وإنما تريد البقاء على ما هو على بالبداية القضاء على داعش، وبعد ذلك المفاوضات ممكن أن تجري. هناك بعض البوادر لإجراء المفاوضات، كما تعلمون كان مسؤول روسي كبير اليوم البارحة في مناطق الإدارة الذاتية واجتمع معهم، وهذا بالتأكيد بعلم أمريكي وحتى معرفة أمريكية، لأن الأمريكيون يسيطرون ليس فقط على يعني الجو في الشمال السوري، وإنما موجودين بتفاصيل الحياة هناك. لذلك أعتقد بأن الوضع في المستقبل القريب سيكون هناك اتفاق ما بوجود النظام أو عدم وجوده. الشمال السوري وروجافا تحديدا وقوات سوريا الديمقراطية هي قوات كما قال الأستاذ حسن، قوات سورية تناضل من أجل تقاتل من أجل القضاء على الإرهاب وتحرير سوريا، كل سوريا من هذا الإرهاب، والأمريكيون لا يمانعون هذا الشيء. لكن هناك نقطة مهمة جدا، يعني أعذرني لدي دقيقتان فقط لأنهي هذه الحلقة، دعني أنتقل إلى الرقة مع عمر علوش في دقيقة لو سمحت. سيد علوش، هل بدأتم بإجراء اتصالات مع النظام السوري، وماذا عن الاتصالات مع روسيا التي تحدث عنها السيد حسين قبل قليل؟ تمام، سأشرع في الإجابة مع دقيقة واحدة. أنت لم تنصفني بالوقت يا سيدي، هذا شأنك، أرجو أن تعرف نحن ليست لدينا اتصالات حالية مع أي جهة سوى مع الأطراف العاملة على الأرض. نحن نعمل على تحرير الرقة وإبداء الخدمات للأهالي، وأما النظام السوري فهو موجود وله وجود دولي على الأرض، لا ننكر هذا، ولكن نحن أرجو أن يعرف الجميع بأن المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية ستبقى هذه القوات تحت سيطرة الجهات المعنية المدنية بعد التحرير، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على هذه. طيب من سيحمي هذه المناطق؟ هذه المناطق سيحميها قوات سوريا الديمقراطية، وتحميها قوات الأمن الداخلي المكلفة بحماية المواطنين في داخل الرقة. يعني لن تسمح بعودة النظام السوري إلى هذه المناطق؟ النظام غير موجود وغير مسموح له بالعودة إلى هذه المناطق،
واعتقد هذه تخضع لارادتنا اولا ومن ثم لاراده التفاهمات الموجوده على الارض. عظيم. لا ننكر هذه التفاهمات، ولكن اذا كان النظام يتصور بانه قادر على ان يخرق هذه التفاهمات فيلقى الجواب الذي سيردعه بشكل واضح. عظيم. سيد او حضرة العميد فايز دويري، كيف ترى المرحلة المقبلة في المنطقة في جنوب سوريا وفي شمال شرق سوريا؟ يعني اولا بما انه الحديث متصل عن شمال شرق سوريا، الان قوات سوريا الديمقراطية ستنتقل باتجاه دير الزور وستحاول ان تتقدم كما اشار ضيفك بان المناطق التي تدخلها هذه القوات ستبقى تحت سيطرتها، اذا هي ستسعى اقصى ما يمكن الى تحرير ما تبقى من جيوب صغيرة جنوب الشدادي وتنزل باتجاه بعد كونيكو إلى الجنوب حتى تكون قد سيطرت كليا على حقل كونيكو ويقابلها نفوذ سوري في 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 منطقة حقل عمر في الجنوب السوري. لابد من مراعاة عذرا على ذلك، ونشكركم جميعا ضيوفنا ومشاهدينا، وإلى اللقاء.